السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب جميعا، أرحب بكم مرة أخرى في المحاضرة الثامنة في مساق التحليل العددي. درسنا في تو تشابترز السابقات، بالأول أخذنا إن ايرور راوند أوف ايرور خصوصا، وكمان كمبيوتر أريثماتيك مع مراجعة شوية كالكولاس للأمور اللي بتهمنا في مساق التحليل العددي. هذا كان موضوعنا الأول. موضوعنا الثاني اللي خلصنا منه تقريبا، أخذنا نبذة عنه في الشابتر الثاني، كان solutions of equations in one variable، للمعادلات اللي فيها متغير واحد. طبعا بطبيعة الحال مش معادلات خطية، يعني تربيعية تكعبية أو مصنفة غير هيك معادلات، فحلناهن بطرق عدة. إيجاد وين المعادلة أو وين الاقتران بقطع محور السينات، فدرسنا bisection method، درسنا fixed point iteration حالة خاصة نيوتن، طورنا نيوتن رافسون ميثود الى بايسكشن ميثود، بعدين طورنا نيوتن رافسون ميثود الى موديفايد نيوتن. طبعا وهناك طرق اخرى كثيره لتقريب الصفر، صفر الاقتران. كان الموضوعين اساسيات، وفي الاثناء اخذنا نبذي عن قضيه تقريب الاقتران الصعب عاده الى اقتران سهل اسمه بولينوميال، كثير حدود بولينوميال. اخذنا باستخدام نظرية تايلر أو تايلر ثيورم، كمان باستخدام طريقة مولر ثيورم، لكن تذكروا إنه مولرز ميثود، تذكروا إنه تايلر عند نقطة واحدة X نود، فبتعمل أنت إكسبانشن للفانكشن على شكل بولينوميال، هي واحد، إذا عند نقطة واحدة بسميها X نود. وفي مولرز ميثود ثلاث نقاط أخذنا، لأن بدنا نقرب نعمل أبروكسيميشن للفانكشن المحدد اللي معروف قيمه عند ثلاث نقاط، نقربه لكوادراتيك بولينوميال، يعني بنيها تربيعي، وبالتالي حالتين خاصات، نقطة واحدة أو ثلاث نقاط. الآن طيب شو يعني، ماذا نستطيع أن نفعل مع نقاط كثيرة؟ بدنا داتا كثيرة، لأن الحياة هيك مش نقطة ونقطتين وثلاث بس، بدنا N زائد واحد بوينت. إذا بدنا N زائد واحد، بدنا نقاط كثيرة ونعمل تقريب قوي. أولاً في حالة تايلر وفي حالة مولر أو تايلر بالتحديد، هناك في مشاكل لأنه عند نقطة واحدة وبالتالي في ايرور كبير. في بعض الاقترانات يواجهنا ايرور كبير، وبالتالي هي مشكلة كبيرة. أضف إلى ذلك إنه أنت بتقرب كل المعلومات الداتا متركزة عند نقطة واحدة، وبالتالي هي مشكلة ثانية. إذا نقطة واحدة في ايرور كبير، كذلك الداتا متركزة عند نقطة واحدة، وهذا مش عملي بالحياة العملية، يعني ما بحل مشاكل كبيرة. وفي مولر نفس القضية، مولرز ميثود. الآن الحياة اللي بنعيش فيها إحنا بتختلف عن هيك. مثلا كل ظواهر الطبيعة وبكل الظواهر، خلينا نأخذ مثال بسيط اقتصادي. مثلا لو بدنا نحكي عن شركة بتصنع سيارات، نأخذ شركة البي أم دبليو. هاي الشركة مثلا ما بعرفش أي سنة بلشت، والله افترض سنة السبعين، باعت سنة السبعين سيارات بمقدار محدد، باعت السنة اللي بعدها سيارات زاد العدد، والسنة اللي بعدها زاد العدد بعد السيارات، وهكذا. فأصبحت إنها كل سنة بزيد عدد مبيعاتها. فلو أخذنا من سنة السبعين لسنة التسعين مثلا، كديش كل سنة بتبيع البي أم دبليو؟ وعمل هاي، ففي عندنا كديش، إحنا في عندنا 20 سنة، أخذنا من السبعين للتسعين 20 سنة، ففي عندنا كم داتا، يعني كم بوينت نسميهن، عندنا 20 من خلال هاي العشرين بوينت بنقدر نعمل فانكشن بولينوميال، يعني بنقدر نعمل بولينوميال. هذا البولينوميال إذا قدرنا نصممه، بنقدر نعرف كديش بال2050 إذا ظلينا عايشين كديش هتبيع. بنقدر نعرف حتى بين السنوات، مثلا لو عملنا مثلا من سنة السبعين لسنة التسعين وعملنا كل سنتين، بنقدر نعرف مثلا فعملنا 10 داتا أو 10 نقاط، بنقدر نعرف النقاط اللي بالنص قديش بعنا بناء على هذا، اسمه prediction، تنبؤ. لكن مش تنبؤ خرافي، تنبؤ علمي. انت بتعمل موديل بتعمل function، بتعمل اقتران سهل جدا اسمه polynomial. هذا البولينوميال كثير الحدود، انت لما عملته بناء على هاي المعطيات أصبحت قادر على معرفة فيما بعد، يعني سنة 2020 كديش بدك تبيع بالسنة. هاي مثال طبعا، وهذا يندرج على كل الأشياء أو على كل الظواهر الطبيعية. طبعا اللي عادة بديش أحكي ظواهر طبيعية لأنها قد تكون ثابتة، على كل الظواهر اللي بتظهر بالحياة وبتكون فيها زيادة أو نقصان أو تغير معين، هذا الاشي اسمه prediction. مثلا عدد المواليد،
العلاقات بين الناس، هذه أمور كلياتها بنقدر نأخذ على فترة معينة، فترة محددة، مجموعة من الداتا، ثم نأسس أو نعمل construction لفانكشن polynomial كثير حدود، ونقدر نعرف تنبؤ prediction. فكلمة prediction، التنبؤ العلمي هاي، اللي هي نفسها interpolation، هي نفسها interpolation. الآن في الشابتر اللي احنا فيه بدنا نأخذ ثلاث طرق أساسية لقضية الانتربوليشن، كيف أنا أعمل بولونوميال من معلومات عندي يقدر يتنبأ لي فيما بعد أو فيما أثناء، يعني بالنص أو فيما بعد. هذا الأشياء، الحالة الأولى أو الطريقة الأولى اسمها لاجرانج ميثود، الطريقة الثانية نيفيل، الطريقة الثالثة ديفايدد ديفرنس. إذا ثلاث أمور أساسية، لاجرانج، نيفيل، ديفايدد ديفرنس. اليوم بدنا نأخذ طريقة لاجرانج، كيف بنعمل هذا البولونوميال لاجرانج وبنحل عليه أسئلة إن شاء الله. لكن بدك تكون بتميز من البداية إنه تايلر ومولرز ميثود هاي نقاط محدودة، تايلر نقطة تقرب لك وبالتالي في إيرور كبير، وميلر مولرز نفس الحالة ثلاث نقاط وبالتالي بدك كوادراتيك بولونوميال في إيرور كبير. بدي أن زائد واحد بوينت، وهسا بنفسر ليش أن، بنحكي أن زائد واحد بوينت مشان يكون التقريب قريب جدا ويكون البريدكشن أيضا صحيح. خلينا نبلش بالشابتر، شابتر ثلاثة بالدرس الأول. أوكي، إذن لكتشر 8 شابتر 3 Interpolation and Polynomial Approximation. Interpolation حكينا اللي هي عملية البريدكشن، وبولونوميال أبروكسيميشن اللي هو إحنا بنقرب الاقتران الصعب لكثير حدود سهل. 3.1 section 3.1 interpolation and Lagrange polynomial. إذا أنت مبدئيا وين ما بيجي لك سؤال Lagrange بتستخدم هاي الطريقة، نيفيل طريقة ثانية، divided difference طريقة ثالثة. الآن إحنا بلاجرانج بالرياضي، أنا كاتب لك أشياء بالعربي، ليش؟ كل اللي سمح لي أصلا، اللي سمح لي إني أعمل التقريبات هاي، أنت بتعطيني N زائد واحد point وبتقول لي أعمل polynomial. شو اللي سمح لك؟ اللي سمح لك نظرية كبيرة بالرياضيات اسمها ريستراس أبروكسيميشن ثيوريم، عالم اسمه ريستراس أو فيستراس أبروكسيميشن ثيوريم، بتقول كالتالي: let F be defined and continuous on the closed interval A, B. إذا كان عندي اقتران، أي اقتران بشرط يكون متصل، أول شيء معرف طبعاً، وبعدين متصل على فترة مغلقة A, B. إذن لكل نقطة داخل الفترة المغلقة there exists a polynomial، في كثير حدود لكل نقطة بالفترة، such that إنه الفرق ما بين البولونوميال وما بين الاقتران الأساسي صغير، إبسلون for every إبسلون أكبر من صفر. يعني إذا إبسلون صغير كثير، فبكون تقريبا هو البولونوميال نفس الفانكشن. هاي نظرية كبيرة. إذا شو تعني النظرية؟ تعني يا عمي إذا عندي اقتران متصل ومعرف ومتصل على فترة مغلقة، فإنه عند كل نقطة داخل هاي الفترة المغلقة بقدر أقربه لبولونوميال، بقدر أقربه. ممتاز جدا، نظرية رائعة، لأنه الاقترانات العادية ممكن تكون صعب التعامل معها، وانت بتعرفوا الاقترانات اللي درستوها الهايبربوليك، واقترانات حتى تريجونومتريك ساين وكوساين وإلى آخره والإكسبوننشال، هاي مرات بيكون التعامل معها صعب، لكن لما تحولها لبولونوميال بيكون التعامل معها سهل جدا. ما بدنا ناخذ البروف النظرية، اللي مهتم ممكن يبحث عنها أو إحنا. قلنا من النظرية إنه إذا عندك اقتران معرف ومتصل على فترة مغلقة، فعند كل نقطة داخل الفترة المغلقة ممكن أقربه إلى بولونوميال كثير حدود. إشي مهم جدا اللي بيسمح لنا نتعامل مع هذا الشابتر، هاي النظرية. النظرية الأولى الآن بنسميها ثيوريم، سميتها أنا لاجرانج، بعرف إيش في الكتاب شو مسميها. هاي نظرية اللي هي نظرية الدرس تبعنا. شو عندنا؟ عندنا X نود X واحد ل X N، يعني كديش N زائد واحد distinct numbers أو points، والإقتران ماله معروف قيمه عند هذه النقاط، values these numbers are given، معناته F of X نود، هي X نود رقم صورتها معروفة وصورة X واحد معروفة، كل صورها معروفة. إذا exist unique، هاي الإشارة هيك حط لك اياها بين قوسين، شو معناتها؟ There exists a unique، عندك كثير حدود ووحيد ايضا، اوكي، such that
انه هذا كثير الحدود P سميته يساوي الاقتران عند هاي النقطة. ممتاز. And شكل هذا البولينوميال كيف بنكتبه؟ بنكتبه احنا اللي بهمنا البولينوميال كيف بنكتبه؟ بنكتبه على الصورة هاي. اذا عندي N زائد واحد point فبالتالي ال X نود في F X نود. F X نود رقم صورة X نود زائد ال X واحد F X واحد ايضا رقم وهكذا الى اف اكس اف اكس ان هاي ايضا رقم. اللي بهمنا احنا ال نود اكس شوف قلبها اكس وبالتالي هي بولينوميال هاي بولينوميال وال اكس 1 ايضا بولينوميال وال اكس 2 و3 و4 حتى ال اكس ان هاي بولينوميال. الان اذا انت عرفت صيغه ال ال كي اذا عرفت صيغتها وبالتالي كتبت البولينوميال. اذا الاف صور نقاط معروفه بهمنا ال ال ممكن اجيب لك انا بالسؤال احكي لك بيسز لان هن يعني زي اساسات للاقتران بيسز ال كي هاي ال نود ال1 ال2 بدلاله اكس. اوكي هذا الشيء اللي مكتوب هيك بسطر عملناه سميشن سهل تعمل سميشن ال اكس كي اف اكس كي بدك ترجع رجوع عوض محل كي نود 0 وبتعطيك الاولى عوض 1 زائد 1 وهكذا بي اسمه بانج بولينوميال اسمه لاجرانج بولينوميال او انف انتربوليشن بولينوميال او انف انتربوليشن بولينوميال. اذا اسمين نفس الشيء. الان طريقه الان شهيل ال 0 ال 1 ال 2 ال 3 يكتب بهالصوره. شوف كيف اذا حكى لك مثلا الكي بغض النظر قديش الكي اوكي فبلش من تحت في المقام بتحط النقطة اللي معطيك إياها XK ناقص كل النقاط X0 ضرب XK ناقص X1 ضرب XK ناقص X2 حتى توصل XK ناقص XK ناقص XK ناقص 1 اللي أقل منها بواحد وبتفشك عنها لأنه بصير صفر بصير مش معرف بتفشك عنها بتروح للي بعدها XK ناقص XK زائد 1 وبتضلك مكمل لعند الـ XK ناقص XN. هاي كل الفكرة بالدرس. إذا عرفت تعمل هذا المقام بتعمل زيه فوق بتحط X محل XK بتحط X وبتكتب نفس اللي تحت. إذا محل XK بتحط X ناقص X0 X ناقص X1 زي اللي تحت إلى آخره X ناقص XK ناقص 1 XK زائد 1 حتى XN. إذا تحت فشكنا عن XK ناقص XK وفوق بتفشك عن X ناقص XK وبس. هاي ممكن نكتبها بطريقة المضروب هاي نفس المعنى. هذا المضروب اسمه product مضروب اللي هذا باي كابيتال كبير. شوف حطينا J لا يساوي K حطينا J لا يساوي K يعني بصيرش أحكي XK ناقص XK أوكي بفشك عنها. هذا مضروب. هذا الإشي اللي مكتوب البسط هذا الباي البسط بيعطيك البسط واللي في المقام هذا بيعطيك اللي في المقام هذا معناته زي الصميشن بس ضرب برودكت. اوكي هسه بناخذ مثال بتكون الفكره واضحه عليه. اوكي مثال على الموضوع الان اكثر في مثال find can polynomial polynomial for the function f of x equals 1 over x. اذا الفانكشن عندي 1 على x قرب لي اياه interpolation polynomial او lagrange polynomial second. مدام حكى كلمة second معناته n يساوي 2. إذا حكى first n يساوي 1. إذا حكى third n يساوي 3. طيب second n يساوي 2. إذا أكمل نقطة عندي n زائد 1. ثلاث نقاط لازم يعطيني. X node, X1, X2. إذا ثلاث نقاط هذا second. الآن مدامه تستخدم إذا حكى لك second, first, third, fourth تستخدم كل النقاط. على القانون P of X L0 FX0 زائد L1 FX1 زائد L2 FX2 وده حكى يعني third زائد L3 fourth زائد L4 وهكذا سهل. F F الصور معروفة هي أرقام يعني بتعوض X نود معروف 2 بتعوضها في الإلكتران 1 على X بتعطيك نص جاهزين وهكذا كلياته. لكن ال x node x0 او x node انا بحكي x node او x0 نفس الشيء. اوكي كيف اسويها؟ حكينا x node اللي هي xk هنا
اللي هي الكي اللي هي النود الزيرو معناته x0 ناقص x1 فشقت على x0 ناقص x0 ما بصير x0 ناقص x0 اوكي يعني x0 ناقصهم كلهم ما عدا نفسها اوكي x0 ناقص x1 في x0 ناقص x2 فوق شو بنعمل نفس اللي كتبناه في المقام بس بدال x0 بنحط x x ناقص x1 في x ناقص x2 f x0 ضروري جدا تلزم بالقانون هنا ال1 نفس الطريقة فكرة الواحد ناقص x نود لفشك عن x واحد ناقص x واحد x واحد ناقص x اثنين وفوق بحط محل x واحد x وf أو f x الواحد وهنا ال x اثنين نفس الفكرة الآن خلص تحط القانون خلص انتهى الموضوع تعوض كديش x واحد اثنين ونص معطيك إياه x اثنين أربعة ال x نود اثنين صورتها وتحت نفس الشيء بتعوض وهذا كلياته مع معاكم بتعوضه عمليات تبسيط معك هذا الشيء قام هنا ما تخربطت فيه ما طلعتوش حطيت علامه سؤال اطلعوا انت يعني تاكد لي من بي اوف اكس وبسط لي بعد التبسيط يعني بده شويه شغل بده دقيقتين ثلاثه تبسط ويطلع معك انه اكس تربيع اكس وكونستانت فهو بده سكن لاجرانج انتربوليشن بولونوميال فهي طلع معي تربيعي لان استخدمت ثلاث نقاط ان اثنين يعني ان زائد واحد زائد اوكي انا هاي نظريه هنا هاي نظريه للايرور بوزات نقاط هاي ديستنكت ما يمكن ديستنكت احنا مش مكررات بس في الفتره المغلقه والاقتران المتصل معناته لكل نقطه there exist c في الفتره المفتوحه هاي c موضوع كبير لو بدنا نبحث فيها انت اللي بهمك انه بيعطيك الاف اوف اكس بقربه على شكل بولينوميال بي اوف اكس وبنتج عندي ايرور غلط البي اوف اكس اخذناه قبل شويه كتبناه هيك طريقه المجموع بهالصوره والايرور لاحظ انه الايرور مش بهالتيلر اي بقى ان زائد واحد على ان زائد واحد مضروب تيلر شو كانت؟ كانت اكس ناقص اكس نود لانه فيش عندي الاكس نود هو ان زائد واحد هنا شوف الاقواس اللي مضروبات عدد الاقواس ان زائد واحد لانه اكثر من نقطه لانه عدد نقاط ان زائد واحد هناك بتيلر نقطه واحده اكس نود قوتها ان زائد واحد الان الاقواس عددهم ان زائد واحد لكن اكس نود اكس واحد اكس ان يعني في علاقه كبيره مع تيلر بيشبهوا كثير هذا الايرور اذا انا بعطيك سي وبقول لك احسب لي الايرور طوالي بتعوض على القانون مباشره حكي لك اوف اكس انه الحدود والار اوف اكس اللي هو الايرور اللي بنتج معه ضم هاي سؤال كمان على كان او لاجرانج انتربوليشن بولينوميال لكن في اختلاف بسيط جدا ضروري جدا تميز الاختلاف حتى ما توقع في المشكله عندي اقتران الاكسبوننشال ايكو اكس ومعطيني نقاط من اكس نود ل x 4 يعني معطيني خمس نقاط بيقدر يسالني هنا اذا بده يسالني زي السابق يقول لي لقي لي ذا فورث لقي لي ذا فورث لاجرانج انتربوليشن بولينوميال ذا فورث الرابع لقي لي الرابع وبالتالي انا عندي ان يساوي 4 يعني النقاط 5 بعوض على الطريقه السابقه وبلاقي عادي عادي ال 0 ال 1 ال 2 ال 3 عندي 4 اوكي لكن شوف شو سالني لقي لي البولينوميال بي اوف اكس 2 3 4 ركز 2 3 4 يعني بستخدمش الا اكس 2 واكس 3 واكس 4 مش تروح على القيمه هنا في 2 تستخدم 2 لا يعني 2 يعني اكس 2 3 اكس 3 4 اكس 4 اوكي فانت بترقمهم بتبلش اكس نود اكس واحد اذا مش معطيات او انا بعطيك اياه بس اذا مش معطيك اياه انت بتحكي اكس نود اكس واحد اكس اثنين بتحط ترتبهم طيب اكس اثنين ايش هي؟ اثنين ونص واكس ثلاثه اربعه واكس اربعه هاي اخر واحده قديش؟ خمسه بتستخدمش الا هاي النقاط بحدد لك اياها والباكيات ما لكش علاقه فيهن اذا الباكيات ما لك علاقه فيهن بتستخدم بس هذول الثلاث نقاط وبمعنى بدك تلاقي انت سكند لاجرانج بولينوميال عند هاي النقاط ثلاث نقاط معناته سكند
لاجرانج بولينوميال واطبق زي سابقا فيش شيء. 2 اكس 2 اكس 2 الثلاثة في اف اكس الثلاثة، الاربعة في اف اكس الاربعة. بنسى انه في عندي نقاط غيرهن، فيش عندي هذول اللي بيعطوني اياهن. هنا كمان نقطة ثلاث، معناته في دائما قوسين زي السؤال السابق. الاولى الاثنين اللي هي اكس 2 ناقص اكس مين؟ 3 اللي معطيه، واكس 2 ناقص اكس 4 وما بحكي اكس 2 ناقص اكس 2. وفي البسط نفس الشيء بس محل اكس 2 اكس. وفي اي يعني اف في الاكس 2 اي اكس 2، ونفس الشيء اكس 3 ونفس الشيء اكس 4 والتعويضات اذا عادي واعمل حساباتي وحساباتي بيطلع معي هذا البولينوميال. انت هنا معرض لسؤالين، في سؤال من هنا مش كاتبه بدك تعرفه، بجوز يحكي لك لكي لي بي بي السبعة او بي الثلاثة ونص نقطة داخل او خارج. اذا يقول لك بي ثلاثة. انت ما دامك لقيت بي هيك شكله بتعوض محل اكس ثلاثة ونص، بي السبعة بي سبعة بتعوض محل اكس سبعة، انتهينا بتلاقي القيمة. هاي واحد. الشغل الثاني ممكن يسألك يقول لك لكي لي الكوفيشنتس، ما هو هذا اقتران سكن تربيعي لانه ثلاث نقاط استخدمته وبالتالي تربيعي، بيقول لك اعطيني بالاخير لما يطلع معك اعطيني معاملات الاكس تربيع، معاملات الاكس، معاملات الاكس نود يعني الفنستر. طريقتين للحل، اما انك بتضيع الوقت بتبقى خمس دقائق وانت تفك وتضرب اكس في اكس واكس في خمسه واكس في اربعه، وهنا نفس الشيء تفك الاكواس وتجمع وهذا باخذ وقت، او انك تستخدم طريقه سريعه بتقول كالتالي. هنا كيف بتعطيني اكس تربيع؟ اكس ضرب اكس بس اللي بتعطيني اكس تربيع، معناته مضروب فيها هذا الرقم اي قوه 2.5 على المقام، هذا على المقام. وهنا نفس الطريقه اكس ضرب اكس بس اللي بتعطيني اكس تربيع مضروبه في اي قوه 4 على المقام، وهنا نفس الطريقه. اوكي طيب، معاملات الاكس على افتراض اني بدي اشتغل لي فيه خمس دقائق واطلع البولينوميال الجاهز، كيف بيكون شكل الاكس؟ وكان هنا بتطلع اكس لما اضرب اكس بناقص خمسه، وكمان لما اضرب اكس بناقص اربعه، معناته ناقص اربعه وناقص خمسه ناقص تسعه. اوكي؟ في هاي في هذا الكونستانت اي قوه 2.5 على المقام، وهنا نفس الطريقه اكس في ناقص خمسه زائد اكس في ناقص 2.5 هيك بتطلع معي اكس على اللي تحت في هذا الشيء، وبكمل نفس الطريقه. الاكس نود نفس اكس تربيع تقريبا، كيف طلع؟ بيطلع ناقص 4 في ناقص 5 بس اللي هي 20 ضرب هذا الشيء على المقام، وهنا ناقص 2.5 ضرب ناقص 5 في هذا الشيء يكون 4 على المقام، وهكذا وبتحسب هيك. اذا هين اكثر من سؤال بدك تعطيني اللاجرانج، ممكن نقاط تحكي لك سكند ثيرد فورث او يحدد عن نقاط، هي واحد. ممكن بعد ما تلقي يقول لك لقي لي بي الخمسه، انت ما تملقيها هي البولينوميا الجاهز، عوض محل اكس الرقم اللي بيحكي لك عنه بس. ممكن كمان سؤال يحكي لك لقي لي الكوفيشنت تبعات الاكس تربيع الاكس تكعيب الاكس او الكونستانت. اذا اوكي في عندي اسئله متعدده. اذا كانت هاي المحاضره نوعا ما قصيره لانها هي فعلا مقدمة وصغيرة جدا، تحدثت عن لاجرانج بولونوميال اللي هو بيعمل لي كثير حدود عند ان زائد واحد نقطة، ثير سكند ثيرد ان زائد واحد. اوكي لاجرانج بولونوميال عرفنا السبب انه في نظرية كبيرة في الرياضيات بتحكي اذا كان الاقتران ديفايند وكونتينيوس على فترة مغلقة، معناته عند كل نقطة في قلب الفترة المغلقة ممكن اعرف ممكن اقرب الاقتران الى بولونوميال اسمها ريسترس ثيوريم. اتمنى انكم تكونوا استوعبتوا اللاجرانج بولينوميال او الانتربوليشن لاجرانج بولينوميال، ما يعملكم مشكله ان شاء الله تكون الامور واضحه، ويعطيكم الف عافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.